متابعة لهذا الشأن وتفصيلا فيه مع الآن من القاهرة الأستاذ محمد حامد، باحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة. بداية، الملاحقة القضائية لصحفيين ساهما بنشر تقرير يتعلق بأسباب وتداعيات هبوط الليرة التركية، بماذا يفيد أنقرة؟ هل سيعيد القيمة الشرائية لعملتها المهتزة مثلا؟ أهلا معك أستاذة مشاهدين. طبعا أمر سلبي أتقنا عليه الصحفيين، وهذا يختم الرصيد التركي أمام العالم وأمام في ملف قضية الصحافة، ويختم الرصيد أمام الاتحاد الأوروبي الذي تسمح للدخول إليه. بالتأكيد الاقتصاد التركي في حالة انهيار، والحكومة عاجزة عن إيقاف هذا الانهيار، فلذلك لا تقبل بأي صوت معارض ينتقد هذا الأمر. وكانت خسرت الانتخابات وأنقرة واسطنبول قبل 3 شهور من الآن، كانت أكبر دليل أن المواطن التركي يدرك فشل الحكومة في حل المشاكل الاقتصادية، وأن انهيار العملة وإفلاس الشركات وهروب الرؤوس الأموال كان كفيلا بخسارة الحزب الحاكم بالبلديات، وأن الانتخابات القادمة التي ستغرق 23/6 قد تأتي بنفس النتيجة، ويفوز المعارضة بمقعد يعني بلدية اسطنبول الكبرى، لأن المواطن التركي يرى أن الحكومة فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية، وأن كل المكتلات التي تقوم بها هي غير موجودية ولا تؤدي إلى مزيد إلا إلى مزيد من الانهيار. تقرير صحفيي الوكالة، وكالة بلومبرغ، تناول أثار الهبوط الحاد للليرة التركية بشكل عام، وركز على كيفية استجابة السلطات التركية سواء أو البنوك التركية تجاه هذه المسألة. فيما يتعلق بهذه الانتكاسة، هل تعتقد بأنها متعلقة فقط بطريقة الاستجابة من قبل السلطات، أم أن المسألة فاقت مرحلة الاحتواء وتدارك الانهيار؟ لا، هو الاقتصاد التركي يحتاج الى اعاده نظره، يعني نظره كبيره، يحتاج الى تعاون من كل من المعارضه ومن الحكومه لمرور هذه الازمه، وان حالات الانكار بان الاقتصاد جيدا وان عليكم ان تشتروا الليره وتدعموا الليره في مواجهه العملات الاجنبيه غير كافيه، وان على الحكومه ان تدرك ان الاقتصاد ملك الجميع، ملك لكل الشعب التركي، وان الشعب التركي عليه أن يكون له دور في يعني إعادة بناء اقتصاده مرة أخرى للهروب من هذه الأزمة الكبيرة، خاصة أن في خلال 10 سنوات الماضية تمتع المواطن التركي بنوع من الأريحية والبحبوحة الاقتصادية التي مر بها، ولكن هذه الفترة وعمليات المسكنات اللي مر في خلال 10 سنوات لعدم ظهور الاقتصاد التركي على حقيقته فشلت في منع هذه الكارثة، وأن التشويش بالانتخابات أو بحرب عشرين، كل هذه الأمور فشلت في التغطية عن خسارة الحكومة التركية للانتخابات، وخسارة الحكومة التركية في الملف الاقتصادي أمام النخب التركي. فعلى الحكومة في الفترة الحالية أن تعيد ترتيب وتحسين العلاقات الدولية مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة، مع الدول العربية زي مصر والسعودية والإمارات، من أجل جذب مزيد من رؤوس الأموال، لأن أصبح السياسة الخارجية تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي، لأن أدركت الدول أن يعني كيف يمكن أن نعاقب تركيا على إيذائها لنا في ملف السياسة الخارجية عبر الاقتصاد، وهو ما يؤلم تركيا والحكومة التركية، وهو بدأ يدركه أردوغان حاليا ليعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى. طب إذا كل هذه الضغوطات وخاصة الاقتصادية منها التي تواجهها حكومة العدالة والتنمية، البعض يسأل لماذا لا تتجه إلى حلول أكثر دبلوماسية وتتعامل بطريقة تتصف بالمرونة أكثر؟ للأسف يعني قد يحدث هذا مستقبلا، ولكن هناك حالة من العناد وعدم يعني وعدم إدراك أنها وقعت في الخطأ، وإنكار أنها وقعت في الخطأ، وخلط بين الدولة التركية ومصالح الدولة التركية ومصالح العدالة والتنمية وأردوغان كرئيس للدولة، بالإضافة أن تركيا الآن تتذمر من أي نقد دولي سواء في تقرير صحفي أو في تقارير حكومية دولية أو تقارير المنظمات الدولية، هي لا تعترف ببلومبرج ولا بمودينز ولا أي مؤسسة دولية نازية محايدة تتحدث سلبا عن الاقتصاد التركي، لأنها تفضحه أمام العالم، وأن كل محاولات تركيا الآن تركز على جذب رؤوس الأموال الأمريكية وتحسين العلاقات الأمريكية التركية بهدف يعني تقديم استشارات كبرى للاقتصاد التركي وتقديم استثمارات كبرى للاقتصاد التركي لاحتواء الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي ولدعم الحكومة بشكل كامل في ملف الاقتصاد. وإن فشلت الحكومة في الوزير ذلك، فقد يكون الأعوام القادمة سلبية للغاية على العدالة والتنمية التي ظهرت في الحكم أكثر من 15 عام، أي حزب يطول في الحكم لمدة كبيرة بيكون رصيده نفذ، رصيد الانتخاب نفذ، ليس لديه جديد يقدمه، بدأت العدالة والتنمية يستعير بمشروعات المعارضة التي كان يسخر منها من البداية من الأساس، فكل هذه الأمور تؤثر سلبا على العدالة والتنمية، إذا لم يتدارك الأمر سريعا فقد يخسر الشارع مجددا.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية السيد محمد حامد، حدثنا مباشرة من القاهرة.